مرحبا بكم. اليوم هنعمل بسكوت الشوفان، وصفة سهلة وسريعة جدا. يلا الوصف. طحين الشوفان 1 كوب 100 جرام، أو ممكن شراء دقيق الشوفان الجاهز. عجوة التمر أقل بقليل من 0.5 كوب 100 جرام، يعني ماء 0.25 كوب تقريبا 50 جرام، ملعقة كبيرة زبدة 50 جرام. الماء والزبدة مع بعض أقل بقليل من 0.5 كوب، يعني مع بعض 100 جرام. على نار خفيفة بنوضع الماء والزبدة وعجوة التمر حتى تمتزج مع بعض، حوالي تقريبا بتاخد 3 دقائق. نوضع دقيق الشوفان ونرفع الوعاء من النار ونحرك جيد، تقليب المكونات جيد مثل هيك لازم تكون. نوضع ورق زبدة وبنفرد العجين. سأوضع جميع المكونات على الشاشة إذا كنتم بحاجة إلى التقاط صورة للمكونات. ممكن نستخدم أي قالب متوفر عنا، الموضوع كتير سهل. ممكن بكوب صغير أو فنجان قهوة، أي أداة متوفرة عنا ممكن إحنا نقطعها، سهل الموضوع كتير. والسماكة إحنا بنتحكم في السماكة قديش بدنا إياها سميكة تكون. بنلم العجينة اللي زادت وبنرجع نفردها وبنقطعها تاني. شايفين السماكة؟ انتو بتحكموا بالسماكة. ممكن نشكلها بأي أداة متوفرة عنا، بالكوب أو بالشوكة، يعني الموضوع كتير بسيط وسهل. ممكن مثل هيك بالشوكة. بنقوم بتشغيل الفرن قبل بفترة على درجة حرارة 180 درجة مئوية المدة 15 دقيقة. يجب مراقبتها، يختلف من فرن لآخر، لازم نراقبها. وهذه هي المكونات إذا كنت بحاجة لالتقاط صورة. نتركها هيك تبرد. أفرجيك كيف شكلها، كتير هي روعة ومميزة مثل ما أنتم شايفين. والسماكة أنتم بتحكموا بالسماكة بالشكل اللي أنتم بتحبوه. شوفوا كيف من جوا كتير روعة. وإذا بدكم كمان الطعم يكون ألذ، وضعوها خزنوها بالتلاجة، كتير طعمها بصراحة مميزة. خلينا نتذوقها. الله الله، صراحة أكثر من روعة. أتمنى أن أنتم تجربوها، تكتبوا لي رأيكم تحت بالتعليقات لأنه رأيكم كتير بهمني. الناس الموجودة عندي على الصفحة على الفيسبوك أتمنى يشتركوا قناة اليوتيوب اسم القناة شيف نائل، من شان يوصلكم كل جديد. يا أمان الله.